يا طاطا يا أولادي صوب أنا اللعب نحو الوادي طاطا يا طاطا يا أولادي صوب أنا اللعب نحو الوادي قولوا لي يا ناس ماذا تعرفون طاطا يا طاطا يا أولادي أشرف قصوح زيد 85 كنسكن بمدينة الجديدة خويا هاد الموهبة كنا نديرو التعطير في ديور الشباب التعطير وانا نتعلم هاد الأناشيد التربوي مبقاش واحد الوقت داز نسينا ديك الأنشطة ونسينا يعني مبقاوش ينشطو بالقوة التليفونات مبقاوش كيديرو الأنشطة التربوي كونو بقاو يديرو الأنشطة التربوي ما يتعاطاوش التليفونات ويبقاو مدهين بالزناقي حنا دابا ديور الشباب كي من المدرسة لدار الشباب كيتعلموا واحد الأنشطة سميتها تربوي تعلمت ديك الأنشطة كيقولوا لي عجبني ديك الأغنية ديال طاطا يا طاطا وليت كندخل للمنازل كنغني عليهم بعد الأسر والأطفال وليت محبوب عند الناس بديك الديسك ولاو يحنوا عليا كيتعاونوا معايا وليت عزيز عليهم بديك الأغنية حيت ديك الأغنية اللي قرباتني ليهم والله يخلي لي وليداتهم كنعيش مزيان بخير هاي شوية مرة كاين مرة ما كاينش مع الوضع اخويا كنبيع ونشري في الاسماك وبعد مرات كنمشي نخدم صدور حدي الحلم ديالي نكون مغني نغني بحال بالهنود للدارجة المغربية ما حنت ما كانوا دراري ولكن كانوا معايا دراري كنا نديرو كنا نغني وادي وما ما بقيتش معاهم هما بقاو غاديين في داك الشيء ديال الغنى وانا ما بقيتش غادي معاهم يعني خاصك بزاف فلوس لباس خاصك هما ما عندهم وانا ما عنديش صعب ما بغاونيش نبقى نغني معاهم وانا نعزل عليهم بقيت كنغني بوحدي كلشي ولا يعرفني كنغني دابا ماشي حقروني هما بغاو يبقاو بوحدهم يغنيو بحال كيقول لك انت ما حنا كاملين زعما ناقص واحد حنا كاملين يعني عندنا السيل ديالي خاصو يتحقق هذا هو الحلم ديالي ماشي ماديا نغنيو صعب شاركت في فيستيفالات فيه كنا نديرو الرمق ديال الرمق السامبا سميتها الرمق السامبا واحد الكوحل كيديرو ديك الكاسكليراج وكنديرو حنا الرمق ميكساج هاديك سميتها عبيدة الرمى فيزيو واحد ايقاع اخر بحال اللي كتقول ايقاع غربي ماشي ايقاع مغربي انا عايش مع با امي توفات ليا الله يرحمها الحمد لله متوسطة الحمد لله بخير حامدين الشاكر انا كنبغي الشباب كاملين ماشي يتعلموا الغناء من التليفونات انا نبغيهم يدخلوا لدور الشباب ويتعلموا الانشطه التربويه حنت بها باش غيكون فنان من هنا لقدام حنت الموسيقى التربويه كتعلمك كيفاش تغني كيفاش تبرك مع الناس كيفاش وقت اللي غتغني ديسك تخلي واحد يكورالي عليك كيكون واحد التناقض فهمتي يعني دور الشباب قليل ما كاينينش كون كانوا دور الشباب بزاف ما يبقاوش يتعاطاو بالزناقي والغناء اي واحد كتمنى تغني يقول لك كيبان لك يغني كلشي كيحلم يغني انا عندي بحال واحد السيل الا بغيتي تسمعي نغني اغنيه هي زوينه بهوه
واتمنى لو انساك بهواك واتمنى لو انساك سمحي لي انا عذبتك يا سمحي لي يا انا المحقورة يا سمحي لي يا انا عذبتك يا سمحي لي يا انا المحقورة واتمنى لو انساك بهواك وتمنى لو انسى تجيك صايب يعني كل شيء زادو فيه وغلا يعني خاصهم يتسموا غادي مع الوضع ما بقاوش يدوا في الاثمنه يدوا في الوضع حتى بقاو يدوا في الاثمنه غيبقاو انسان فريني خاصو شي يولي يجمع واحد القدر عاش يمشي يشري خاصو يكون اي واحد من دوش في الاثمن نعيشو باش ما عطانا الله يزيدوا لما يزيدوش حنا غنتعاونوا مع بعضياتنا وخاصنا نزيدوا لقدام كلنا ماشي نيأسوا راه زادوا صعب نبقاو غاديين ونديروا ونديروا شي لافتات نقول لهم هادشي راه غلاو هادو نبقاو ولكن خدامين ماشي نحطوا الريحان ونبركوا هادشي اللي نضامنوا على واحد الحاجه واحد الصالير زادوا فيه حنت دابا اي حاجه ديرو بها فلوس تخلصها حتى من الخلاص ديال الموظف حتى هما زادوا فيه عاطل 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 للعمل مره كاين مره ما كاين الحمد لله الحمد لله الحمد لله واه كنقول لهم ثم خوتي عزيزين عليا وكنتمنى شي واحد هو ما يطيحش في هاد الامور بحالي وما يبقاش يخمم في الفقر الفقر واخا يكون الفقر خاص يكون سيد الناس الفقر ما يهمش ما خاصش بنادم يكامل حنا دازو انبياء فقراء دابا ملي تغير الوقت وتغيرت الزمان ما نبقاوش نهضروا داك الشيء ديال القديم حنا دابا كل شيء تطور ما بقاش داك الشيء متخلف غايقول لك الفقر نعيبوا على الفقر الحمد لله الماء موجود كل شيء موجود ها هما كيدوا على ديك الوضعيه ديال الفقر كل شيء الحمد لله كيبان لك في الاسواق الديسير كيبان لك اي حاجه ها حنا قدينا على ديك ما عندناش خاصنا نكونوا مكمولين بالعربي كل دار تكون مكموله اما الفقر ماشي هي حتكون مكان الفقر ما غنكونوش حنا ما عمرنا نتأسو ما نتأسوش فهمتي حنت بالفقر باش كتزيد تزين الحياة رسالتي الأخيرة نبغي من يكونوا المغاربة متعاونين ولاد جديدة يكونوا متضامنين وما يكونوش يتقلقوا ما يكونوش يتقلقوا ويحاولوا على الأطفال كنوضح للأطفال يقريوهم مزيان القراية حنت واحد النهار غيندمو على القراية يقراو ويقراو ولادهم وما يتعصبوش معاهم وبغيو بعضياتهم حنا حنت حنا مسلمين ما خصناش نبقاو بحال هكا حنا مسلمين وغنتبعتو مسلمين هالإنسان خاصو يتعاون حنا ماشي حنت ولا دابا العصبية ولا المجتمع معصب علاش كترت البنين شنو هو البنين مول الاطفال يعني ملي كيبقاو يعصبهم كيخليهم ينساوهم نضمو نعيش مع هذيك الاجواء يعني كل واحد بلاصه تعيش مع هذيك الاجواء ما يبقاوش بحال هكا ولا التفكير انسان ولا يفكر بزاف هذا هو كنقول رسالتي للمغاربه وجديده وما يتقلقوش وليدات جديده ديما هذوك حبابي وصحابي وكن الله يخلي لهم وليداتهم ووالديهم ويصبروا ما يتقلقوش وراه هذه الحاجه تعرفوني
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.